معايا على التليفون سيادة العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك ومساء الفل. مساء الخير، ازيك كابتن إبراهيم؟ أخبار حضرتك والله. إيه؟ وحضرتك والله إيه؟ طمنا على صحتك، كله تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، كله بخير يا رب الحمد لله. يا رب دايما في أفضل صحة وأفضل حال. وخليني الأول أسألك، يعني رأيك إيه في المستوى اللي قدمه طلائع الجيش خلال الفترة اللي فاتت؟ مدى رضاك عن المستوى والنتائج؟ الحمد لله، والله ربنا كرمنا الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت، المستوى في تصاعد مستمر، وبنأمل من ربنا إن شاء الله إن الفترة اللي جاية تكون أقوى من الفترة اللي فاتت، ونقدر يعني نحط فيها نادي طلائع الجيش في المكان الصليب من المؤسسة العسكرية المحترمة ومن نادي طلائع الجيش. صحيح، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمكم ويوفقكم. وخليني أسأل حضرتك بقى، ملعب مباراتكم مع الزمالك هل وصلكم أي إخطار ولا لأ؟ وهتلعبوا فين؟ والمباراة المفروض إنها يوم الثلاثاء. لغاية دلوقتي الملعب استاد القاهرة ما وصلناش أي تغيير بالنسبة للملعب. هو استاد القاهرة ما على ملعب وصلكش أي استاد تغيير؟ القاهرة لغاية دلوقتي، لأن الماتش بتاع نادي الزمالك، ماتش بتاع نادي الزمالك، أيوه، ولكن الزمالك كان أعلن إنه مش عايز يلعب على استاد القاهرة، وبالتالي ده اللي يخليني أسأل حضرتك، وحضرتك بتقول لي مفيش أي حاجة رسمية وصلت لكم خالص. لا مفيش أي حاجة رسمية وصلت، وإحنا طبعا الملعب هيكون استاد القاهرة، هيكون أي ملعب آخر ده حق أصيل لنادي الزمالك لأن هو الطرف الأساسي في المباراة. مش فارق معاكم لو اتلعب في بترو سبورت ماشي، لو اتلعب في القاهره ماشي، لو اتلعب في الدفاع الجوي ماشي، مش فارق معاكم اي ما يكون الملعب، صحيح كده؟ ايا ما يكون الملعب مش فارق معانا في اي حاجه. طيب استعداداتكم ايه للقاء بقى ده تحديدا؟ شايفه ازاي من وجهه نظرك يعني، احنا وخاصه ان طلائع الجيش في استعداداتنا الماتشات دي كل مباريات الدوري يا كابتن ابراهيم كلها يعني على قدم وساق، لان انت عارف الدوري السنه دي من اصعب الدوريات اللي مرت على الكره المصريه يعني. ده حقيقي. فاحنا كل الماتشات بنسعى ان احنا اذا ربنا ما كرمناش بالثلاثه بونت يبقى معانا البونت، وده عنصر مهم جدا انت في خلال الدوري الصعب قوي ده انك انت ما تخسرش. صحيح. وربنا كرمك بالثلاثه بونت تفرق معاك وترفعك في مكانه كبيره في الدوري، انت عارف ان البونت الواحد حتى لو انت ماشي بالراحه برضه بتطلع لفوق، اي نعم يعني بهدوء، انما مطلوب انك انت في الفتره اللي جايه دي كلها ما تخسرش اي مباراه من مبارياتك. صحيح. ربنا ما كرمش يبقى لا تتعادل، كرم بالثلاثه بونت تفرق كتير معاك قوي. طيب بسأل حضرتك بقى على الفترة ديت، يمكن في كلام على أكتر من لاعب من لعيبة طلائع الجيش، يمكن مهند لاشين أكتر لعيب الناس دايما بتتكلم عليه سواء في انتقاله للزمالك أو لأندية خارجية. هل وصلكم أي شيء؟ هل وصلكم أي عروض؟ هل أنتوا أصلا بتفكروا ممكن يكون في جانب استثماري في مهند لاشين، ولا شايفين الموضوع زي من وجهة نظركم سيادة العميد؟ بص يا كابتن ابراهيم، طبعا انت عارف ان الموضوع البيع اللاعب او الاستغناء عن اللاعب من عدمه ده حق اصيل لمجلس الاداره والسيد رئيس مجلس الاداره، ولكن احنا كمنظومه فنيه واداريه احنا الفتره دي احنا مهتمين جدا بموقف الفريق في الجدول وموقف الفريق في الدوري وفي النتائج بغض النظر عن اي مواقف اخرى، لان انت عارف ان الدوري السنه دي طويل ولسه بدري قوي على بال ما تيجي للمرحله اللي انت بتتكلم فيها. فمش عاوزين ان اللعيب يخرج عن تركيزه لغايه ما نعدي المرحله الاساسيه اللي احنا موجودين فيها وبعد كده نفكر. ودايما زي ما انت عارف ابراهيم احنا نادي طلائع الجيش والمؤسسه العسكريه ما بتوقفش ضد طموحات اللعيبه وما بتوقفش ضد مصلحه اللاعب ومصلحه النادي طبعا. صحيح. طيب في جزئيه برضو شويه انباء شويه اخبار برضو اكد لي او انفي لي انه انتوا كمنظومه طلائع الجيش بتفكروا في الفترة اللي جاية ومع الموسم كمان القادم يبقى فيه نوع من أنواع التدعيمات بمواهب شابة ومواهب جديدة سواء من القطاع أو حتى كمان من القسم التاني، هل فعلا بفكروا في ده؟ هل الأخبار دي صحيحة ولا لا؟ ده أكيد. أنت طبعا إبراهيم خلال يعني في الموقف بتاع الكرة المصرية دلوقتي وأسعار اللعيبة والمغالاة الفظيعة في الكلام ده كلته، فأنت بتضطر أنك أنت إجباري تلجأ للقطاع الناشئين عندك، وتحاول بقدر الامكان انت تخلي قطاع محترم وقطاع كويس يخرج لك ولو عنصر او اثنين او ثلاثه على مدار كل سنه، او انك انت برضه تحاول انك انت تبص على الدرجه الدوري الممتاز ده وتبص وتشوف العناصر المميزه فيه وتحاول برضه تتعامل مع النوعيه دي على اساس ان انت برضه يعني في تدعيماتك ما تبقاش كل التدعيمات قاصره على العناصر اللي هي في الدوري الممتاز اللي بقت فيها مغالاه جامده جدا. انتوا برضه طول عمركم بتطلعوا لعيبه، يعني بتطلعوا لعيبه وبتطلعوا للانديه الثانيه، واحنا خلال السنه دي والسنه اللي فاتت معانا من خمسه لسته ناشئين موجودين في قلب الفريق ويمكن اكتر.
وبيلعبوا كمان اساسيين، من ضمنهم مثلا واحد زي شحاته، احمد شحاته لعيب كويس جدا ولاعب 2001 معانا يعني، او 99 ومعانا يعني معانا مجموعه من اللعيبه، وفي 2000 محمود عاطف، وفي محمد سمير، محمد سعد سمير، يعني معانا مجموعه من الناشئين كويسه جدا ولعبت معانا في الدوري الممتاز. فانت بتحاول الفتره اللي جايه دي انك انت يعني تهتم اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين، على اساس انك انت يقدر يدعمك القطاع ويمدك بعنصر او اثنين او ثلاثه، مع بعض التدعيمات مع العناصر اللي هتبقى موجودة خلال الفترة اللي جاية. صحيح. طيب بسأل حضرتك، هل الموقف اللي بينطبق على مهند لاشين ينطبق أيضا على محمد بسام؟ ما جالوش عروض مش هنتكلم فيه في الوقت الراهن، ولا الوضع مختلف؟ الوضع مختلف، أن محمد بسام لعيب حر فري. محمد بسام بقاله 14 نادي 14 سنة موجود معانا في نادي طلائع الجيش. فيعني من حقه بقى ان هو يشوف، يعني حقه بقى خلاص ان هو 14 سنه خلاص كده حلوه يعني. مش كويس يعني، والولد يعني احنا بنتمنى له التوفيق وهو ماشي بمستوى الحمد لله ثابت خلال الفتره دي ومستوى متميز، بنتمنى له التوفيق في منتخب، سواء على مستوى منتخب مصر او على سواء على الخطوه الجديده بتاعته. هو هيروح فين؟ هو هيروح فين؟ هو هيروح فين يا سياده العميد؟ قول لي ومحدش هيعرف، قول لي ومحدش هيعرف. لغايه دلوقتي لسه هو ما استقرش صدقني. يعني هو لغايه دلوقتي لسه ما حسمش امره، لان هو لعيب فري وحر، فمن حقه ان هو يتروى قبل ما ياخد اي خطوه، لان الخطوه اللي جايه دي قد تكون هي اللي هتكمل معاه. ما بتحبنيش، ما بتحبنيش، انا كنت فاكر حاجه بتحبني، كنت فاكر انك هتقول. لا انت عارف يا ابراهيم والله. طيب طب احمر ولا ابيض؟ ها، ولا احمر ولا ابيض؟ انت عارف ان دول الاثنين ده ناس محترمين ودول ناس محترمين. ما انا عارف. لا انا بس حكم معلومه، دي ملهاش علاقه بقى، هو لعيب فري خلاص، هو كده ماشي. ما أنا زي ما انا قلت لك والله انا بكلمك بمنتهى المصداقيه، هو لسه لم يحسم امره. طيب في الفتره اللي قبل ما يبقى فري، كان مين اللي بيكلم طلائع الجيش عشان يبقى موجود؟ الاهلي ولا الزمالك؟ اهو دي كده سهله اهي. لا الاهلي ولا الزمالك. طيب ماشي ماشي يا سياده العميد، الحاج عايزه. شكرا. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا ومسائك زي الورد. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده العميد احمد المادي، مشرف عام على الكره بنادي طلائع الجيش.